قديش مهووسه حتى تاخذ مكان سمر خانم بالبيت. لا تحكي هيك. بدي احكي، شو هالتصرفات؟ عم تصرخ هيك مثل سمر وتقلل ادب. هي هي، الزمي حدودك. انت خرسي بلا ما فيش خلقي فيكي. ها جميله، سمر خانم لساتها ملكه هذا البيت، ما فيكي تحكي من وراها. وين الخانم تبعك؟ اه قليلي، برايي انت كمان جهزي حالك من هلا، اذا سمر خانم ما رجعت لهذا البيت انت فيروز خانم تحملوا حالكم تنقلعوا. قليله الادب. انت يا قليله الادب، بدي موتك والله. هلا بتشوفي شو عم تساوي. لك هلا بتشوفي. شبكن انت شعري. هلا بتشوفي. جميله جميله كاتيا، انا بورجيكي. بعدوا عن بعض. جميله شو عم تساوي؟ يكفي. جميله كاتيا، شو عم يصير هون؟ ما سمعتي شو قالت؟ عم تستحقرها لسمر خانم. ما استحقرتها، حكيت الوضع بس. بكفي، هذا البيت ما كان شغلكم، تصرفكم هاد مو مقبول بنوب. بس مادموزيل، لو سمعت اللي قالته. مو حابة اسمع ولا كلمة. أساساً خجلانة من اللي عم شوفه. وأنا كمان. ما حدا مضطر يحب حدا تاني، بس مجبر يقدم احترامه، وخاصة لازم يكون صادق كتير تجاه أرباب عمله. اثنيناتكم معاقبين، رح ينخصم من راتبكم هذا الشهر. أنا ما إلي أي ذنب. وهلأ كل واحد على شغله، ما بدي يتكرر هذا الشي مرة تانية بنوب. وإذا صار بحملك كل المسؤولية، عم تفهموا؟ مفهوم يا خانم. ما رح تنعاد مرة تانية. بابا نحن جاهزين. تمام، منتظرين السيد مراد. صار مرتب أكثر من مهند. إذا مو حابب نطلع لبرا فينا ناكل بالبيت. مجهز لكم جو كوكتيل. لا، وعدت له مراد خلينا نطلع. فيروز خانم جاية معنا؟ بتصور فيروز خانم بدها تتعشى على ياخد تحسين أوزدير، سافرين على فيينا اليوم بالليل. من وقت اللي راحت سمر خانم كل اللي تحت تغيرت أطباعهم يا فيروز خانم، كتير عم بيضايقوني. يا ريتك سمعت اللي نحكى اليوم. كل يلي عم ينحكى تحت وخاصة من هدول الناس ما بيهمني. إذا بدي أعطي إذني إلهم ورد عليهم كون عم بعطيهم قيمة. بس لو بتشوف الجو اللي هنن فيه، عم يتصرفوا كأنه سمر خانم ما رح ترجع لهذا البيت بنوب. مين الكل؟ قصدك يلي بالمطبخ؟ بس ترجع سمر بتدبرهم. بلحظة بيشوفوا حالهم قدام الباب، أنا ولا بقيمهم من أرضهم. سمر خانم عن جد رح ترجع؟ ما حطيت لا جير ولا شي. طيب شو هذا الشو؟ وقف ثانية لشوف حاطت ولا مو حاطت. Thank you.